انك مزعج مزعج، حتى الواحد ما يعرف ياخذ له قفوه، ما يعرف الواحد ينام. امر ايش بغيت حبيبي؟ ندورك وانت قاعدين هنا لابد لي هنا. ايش فيك ايش فيك؟ نايم تعبان يا ابو دويش تعبان. زين خلص خلص يلا يلا اطلع اطلع، نبي نشوف لنا حالي يبا. قاعدين كذي بس قاعدين يوميا كذي، لا ضحك ولا سوالف، لا يبا شوف لك حالي يبا، ولا خلينا نمشي. اي نعم. يعني الحين الضحك والسوالف ما تجي اللي انا صحيت من النوم. لازم اي لا صحيت من النوم، مش حقه ترقد واحنا قاعدين. ليش ليش تعبان اليوم؟ اليوم بلا كيف تتعب، تعب ويانا بالليل، لا تتعب الحين. قاعد الصبح اليوم ايش فيك انت تبيك؟ قاعد الصبح ليش ما قعدتنا من النوم؟ ليش ما جبت لنا فطور؟ ايش ليش قاعدك من النوم وانت نايم الصباح اصلا؟ الصبح انا ما نمت، نمت الفجر، ما نمت الصبح. هذا الفجر يعني الصبح؟ لا في اختلاف بينه وبينهم بعض ساعتين. ايش فكر مره ثانيه، اضبط روتينك اضبط وضعك. اقول ان شاء الله ان شاء الله. انت عندك الصبح عندك الصبح رايح. ايش فيك انت مسخن؟ رايح الصبح طالعوا يا جماعه. ايش فيك؟ هيكون شنو عندك شاب تشتريه ومكبي؟ لو روعتني كل هالفيلم والتحقيق اخر شيء ليكون عندك شاب تشتريه ومكبي. تعرف احسن لك. ايه هيكون. ايش فيك سابي انت؟ زواج. ها؟ زواج. اللي بيتزوج يروح الصبح خطب. يجوز انت بالخفية. ها؟ بالخفية. انت مسخنة انت، مسخنة انت. اقل اقل. فيك نحيم. ما توخر الموضة بيني وبينك سكتية بكتية. والله ندرة وذيلي. انا تقعد في بيتكم ربع ساعة. اشتابي انت اشتابي انت.